يقول: سلمت إلى أحد أقربائي أمانة لكي يحفظها لي إلى وقت طلبها وحاجتي إليها، وهي عبارة عن صك شرعي، وقد بقيت عنده إلى أن أردت استعادتها منه، ولكنه رفض إلا أن أعطيه مبلغ 5000 ريال مقابل حفظه لها، وحاولت إعطاءه 1000 ريال شكرا وتقديرا لأمانته، ولكنه رفض إلا 5000، وإلا هددني بإحراق الصك وإنكاره، فلم يكن عندي شهود يوم أن سلمته إليه، فهل لو لبيت طلبه وأعطيته 5000، هل هذا حلال له أم حرام عليه؟ وهل يجوز أخذ مال مقابل حفظ الوديعة شرعا أم لا؟ إذا كان بينك وبينه اتفاق على أن يحفظها لك بالأجرة، فإنه يجب عليك أن تعطيه ما التزمته له. أما إذا لم يكن هناك اتفاق بينكما، دفعت إليه الأمانة ليحفظها بدون أن يكون بينكما اتفاق على أجرة، فإنه يحرم عليه أن يطلب منك شيئا، لأن هذه أمانة. الله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول سبحانه وتعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أمن أمانته وليتق الله ربه. فحفظ الأمانة هذا من الإحسان ومن تعاون على البر والتقوى. إذا لم يشترط عوضا من الأول، فإنه لا يجوز له أن يأخذ في مقابل ذلك الشيء، لأنه قربة، تعتبر قربة من القرب، فيحرم عليه أن يطلب منك شيئا. ولكن إذا أبى أن يعطيك ما أودعته عنده إلا بأن تعطيه شيئا، فإنه لا مانع في حق من إعطائه تفاديا لحقك واستنقاذا له منه، وهو يحرم عليه أخذ ذلك الشيء.